انت هون؟ مايا؟ ما سانجي، كيف انت جيتي لهون؟ انا ضيعت طريقي. شو قصدك؟ ما قدرت لاقي وجهتي و ما لقيت حدا يدلني. معك حق سانج. المشكلة مع الطرق المو صحيحة إنها ما بتوصلك صح. وصعب الواحد يرجع. كيفك سانج؟ ألف مبروك، وأخيراً قدرتوا تلاقوا طريق مشترك. بس أنتي كيف قدرتي تعرفي؟ عادي، المكان كتير حلو والجو الرومانسي والخاتم يلي بإيد مايا. أنا متأكدة إنه مايا ما كانت رفيقتك، والرفيق بيعرف رفيقه شو بيفكر، وكان طبيعي إني أعرف. كان واضح كتير إنه أنتوا اتنين بتحبوا بعض كتير. واو، هاي أحسن رفيقة كانت معي بأهم فترة بحياتي. هاي رفيقتي وهاي حبيبتي. أنتوا أهم شي بحياتي كلها وما في بلاكن. شو؟ أنت معك حق أرجون. بصراحة من ورا صداقتك بسانج قدرت لاقي الحب معك. سانج شكراً كتير لإلك لأنك إجيتي تشاركيني سعادتي. شكراً. مايا؟ في فردة من الحلق ضايعة. أكيد ضاعت بشي مكان. أنا كتير تعبانة ورح روح على غرفتي. خليكن مع بعض، بعرف إنه أرجون عنده حكي حابب يقلك ياه. بشوفكن بعدين. باي سانج. باي. بشوفك. لك يا رفيقتي، أنا في عندي كتير كتير حكي. لو كنتي هون كنتي ساعدتيني أعمل خطة أحسن. حابة تعرفي كيف تقدمت لها شي؟ رح قلك رفيقتي أنا. شكراً لأنك إجيتي. تكرم عينك. وأنا كمان عم فكر إنه أول رحلة لإلي ما رح أنساها. رفيقتي خلينا نروح على الشط ونعمل قلعة رمل نتسلى. يلا. لا بلاها. اسمع، إذا القلعة من رمل الصبح رح تتدمر، وأنا كمان حاسة أني كتير تعبانة. خليني هلأ أروح أرتاح. ليش بدك تتعبني؟ عن جد؟ بس بدي منك أنه أنت تنتبه على حياتك الجديدة. وأنا هلأ رح روح نام. اسمعي ولي، أنا ما حبيت لحتى أخسر كل رفقاتي. ماشي؟ بس رح تخسر حبيبتك إذا اهتميت برفقاتك أكتر. عفواً؟ ليك، أنا رح ضل دايماً بحياتك. يعني ما رح روح لمحل بس مايا هلأ صارت بحياتك. لهيك لازم أنت تقضي أطول وقت معها. رح أعمل شي واحد. عموماً أنا كتير تعبانة، بترجاك تروح. طيب خليني وصلك على غرفتك بس عليلي. أكيد لا، بروح لحالي. روح. لا أنا بعرف روح لحالي. لا. أرجون روح عند مايا. روح روح روح. طيب طيب طيب، بس أرجع بدي أشوفك. ماشي؟ ماشي، اتفقنا. روح. A
الرقم الذي تحاول الاتصال به قد يكون مشغولاً أو مغلقاً، يرجى المحاولة لاحقاً. سانج، ليش ما عم بترد على التليفون هلأ؟ اتفقنا أنه نلتقي، ليش ما عم بترد؟ يعني ما عم بفهم، ما لها طبيعية هالبنت. الرقم الذي تحاول الاتصال به قد يكون سانج يلا ردي بقى. أو مغلقاً، يرجى المحاولة لاحقاً. تعال على الشط. عالشط ماشي، عالشط. ما يا هاد، هاد لون حبي لإلك وبترجاك، اوعك تاخده من جديد مني أرجوك. أنا هلأ ما بدي أرجع لحياتي القديمة المملة. يا ذات الرداء الأحمر، تسمحي لي بآخر يوم بهالسنة إني اتجرأ وأعزمك على عشا معي؟ ليش لا؟ أنا يلي بدي أعزمك على العشاء. أوكي. واو، فعلا شيء كتير حلو. بتعرفي شو؟ بالعادة الشباب هنن يلي بيعزموا البنات على العشاء، بس هلأ صار العكس، البنت هي يلي عم تعزم الشاب. أرجو، حبنا ما بيعرف العادات والتقاليد تبع الناس، حبنا عنده نغمة مختلفة. الحقيقة أنا خططت لكل شيء هون. أرجو، أنا اللي عملت كل هاد لحالي وكله مشانك انت. لا، مشاننا انا وانت. تعرفي مايا، اليوم انا عم شوفك بكل الالوان. مايا جديدة أرجون، كل شي جديد هلا، الالوان وهالحب وهي السعادة، كل شي جديد. أرجون، أنا عشت كل عمري عم دور على هي السعادة، وسعادتي بلشت معك، وبتمنى إنها تستمر كل العمر وما تنتهي أبدا. مايا، أنا عندي سؤال. أنا ماني غني ولا أنا حدا ناجح كتير ولا متعودة عليه، طيب ليش أنا؟ لأنك أنت هو أنت أرجو، وأنت ما بتعرف حالك على حقيقتها. بهداك اليوم حسيت أنك وقفت مثل الدرع لحتى تحميني. ليش هيك قاعد عم تطلع فيني؟ لا تكون مفكر أنه مايا لحالها.
قبل ما تقرب على مايا لازم تعرف انه في رجال وراها. بهداك اليوم حسيت انه انت كل حياتي ارجو. وقت كنا طالعين بالبالون ما قلت لا، انا بحبك ارجو. هي صدمه كتير كبيره لإلي، لهيك بترجاكي بس عطيني شويه وقت. ما ضل غير انك تستسلم، واليوم بالذات ارجو. الاستسلام هو الاسم الثاني للحب. بالحب الرجال بيسلم حياته، بيسلم قلبه للي بيحبه، وهيك بيربح كل شيء. مايا فهميني، انت دائما بتحكي بطريقه كتير حلوه. اعطيني اسم يلي عم يكتب لك، بركي انا بروح بحبه لإله. سيد ارجون شارما. نعم. من هاللحظه انا قررت قرار انك ممنوع تحب حدا غيري. وانت من اليوم ورايح صرت سجين. ايه وليش لا؟ اذا السجانة حلوة لهالدرجة ما عندي مانع اكون سجين. لا أنا أخذت إجازة ووقعت حالي بمشكلة كبيرة وبالآخر ما أشوفك. أنا كنت جاية وكان في عندي أسئلة كتير وبدي إياك تلاقي لي جواب عليها، بس ما رح كون مرتاحة لحتى أنت تجاوبني. عفواً لو سمحت، ليش هذا المعبد مسكر اليوم؟ لأنه صار في عنا حالة وفاة اليوم، لهيك رح يضل مسكر كم يوم. نحن هلأ بحيدات. شكراً لإلك. مايا، في فردة من الحلق ضايعة.
قاعد بشي مكان. سانج ردي على الموبايل، ليش ما عم تردي علي بقى؟ سانج وين راحت؟ انشغل بالي، مالا بالعادة. ليش ما عم ترد علي؟ ما عم بفهم. ليكا أنا آكل همها وهي جاي بكل برادة. راجع لك. لك شو يا سانج، وينك أنت؟ اتصلت فيك كتير أنا. إيه أنا كنت بالمعبد. إيه أنت ما بتنسي تروحي على المعبد حتى وأنت هون؟ معقول؟ شو دعيتي لي؟ ما دعيت لك أبدا. شو؟ لأنه أنت في عندك كل شي بدك يا. بس أنا بعكسك، كل الأبواب مسكرة بوشي اليوم. شو قصدك يعني؟ رئيس الكهنة توفى مبارح، لهيك رحت ولقيت المعبد مسكر وما قدرت فوت لصلي. شو؟ طيب اترك ايدها هلا، انا بحبها كثير وما رح يصير شيء. ماشي، السواد اللي بقلبك ما رح يجيب الضوء لحياة حدا غيرك. اول شيء صحي حالك من جوا ولا تجيب المعاناة لحياة الناس. لعم انا امبارحه شفته مايا، لك قال الكاهن مات. كأنك ما بتعرف شي عن الدنيا أرجو. فعلا الدنيا بتتغير فجأة. بكل الأحوال بتمنى تنبسطوا، رح روح. لوين؟ تعي لهون، تعي. أرجون، أرجون. صحيح أنا حابب، بس هذا ما بيعني إني أتخلى عن رفقاتي. صحيح مايا؟ تماما سانج، أنا بحب أرجون بس أنت رفيقته، نحن مختلفين. أنا ما رح أقدر أخذ محلك وأنت كمان ما فيكي تاخدي محلي. شايفة؟ اتنيناتكن مختلفين، الحب شي والصداقة شي، فهمانة؟ ايه ما قلتيلي شو ناوية هلأ؟ أنا عم فكر إني أرجع اليوم. صحيح أنت أصلاً ليش أجيت لهون؟ أنا أجيت لشوف إذا رح تلاقي حبك، وهلأ شفت واتطمنت عليك. نحن رح نروح بعد ساعة، لازم تضبي غراضك وانتبهي لا تتركي شي هون. إذا كان في شي رح أتركه فهو مو لإلي. عموماً أنا رايحة ضب غراضي. عظيم، يلا جهزي حالك. مايا أنا ما تركت شي، بس أنت تركتي شي مبارح. هي إليك مو هيك؟ لبستيها وما عرفتي وين ضاعت. أنا لقيتها جنب المعبد. ما ينتبهي على أغراضك منيح، لأني ما رح رجع لك ياهن إذا لقيتهم بعد هلأ. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.